التحكيم في المنازعات البحرية ممكن يقعد يتكلم فيه مثلا شهر، ولكن لضيق الوقت احنا هنستخدم ال10 دقايق في تدوين بسيط عن التحكيم في المنازعات البحرية. الأمور المياه البحرية هي عبارة عن أمور جافة أو أمور غير جافة. الأمور غير الجافة اللي هي بتكون موجودة في البحر، الأمور الجافة وهي غالبا اللي هي بتكون موجودة في الخارج، وهي كل ما يتعرض للاستخدامات التجارية للسفن، وهي غالبا الحاجات اللي بتتعلق بالعود. الأمور غير الجافة هي كل ما يتعلق بالحوادث البحرية أو المنازعات بتاعتها اللي هي على أساس المسؤولية غير العقلية والمسؤولية التوصيلية باستحالات التصادم ما بين السفن. المناحة غير الجافة هي عبارة عن التصادم اللي هو التصادم ما بين السفن وبعضها، المساعدة البحرية والإنقاذ، ودي في حالة لما غرق أو في حالة اللي احتاج المساعدات ما بين السفن، في حالة تحديد المسؤولية. وبالمختصر هنقول كافة المنازعات الهاجمة عملت المعاملات البحرية الخاصة. المناحة الجافة ودي عبارة عن سفن الركاب، عبارة عن السفن اللي بتشيل عمولات، عبارة عن السفن الجوية، ودي بتكون محكومة بعقود وبتكون مشروط إيجار السفينة أو عقود صيانة أو سندات الشحن أو عقود البيع والشراء. إيه أسباب رواد التحكيم البحري؟ ودي أهم حاجة عشان نعرف ليه التحكيم البحري خلق مكانة متفاوضة ما بين التحكيم في صفة عامة. أول حاجة لو أنا رغبة المهندسين في تسوية منازعاتهم في تسوية بحرية عادلة. ليه عادلة؟ قال لك أن اللي بيحكم أو لجنة التحكيم دي لجنة مختصة، لجنة فاهمة، لجنة عندها خبرة عالية، وبالتالي هيكون الحكم بتاعها حكم عالي، مش قاضي، مش ملم بالقضية، ما عندوش خبرة، مش فاهم، وبالتالي ممكن يكون الحكم بتاعه بيعتمد على الأوراق قدامه، وبالتالي ناحية العدل فيه مش هتبقى زي التحكيم بصفة عامة. النقطة رقم 2 إن أنا النهاردة كشركة كبيرة بحرية أو كمنازعة بحرية لما تيجي تروح المحكمة هناخد إجراءات، وده هيشوفني وده هيعرف إن أنا رحت وده هيعرف إن أنا جيت، لكن التحكيم محدش هيسمع عني في أوضة صغيرة لجنة التحكيم، فالسرية هنا بتبقى عامل مهم بالنسبة للاتصال، فبالتالي يلجأ للتحكيم عشان يحافظ على سرية المنازعة بتاعته اللي هي ما تأثرش عليه بعد كده في التعاملات التجارية بتاعته. طب بس كده؟ قال لك لا، قال لك أنا بروح المحكمة ممكن أقعد سنة، 2، 3. طب التحكيم؟ قال لك حسب ما أنا عايز. هقول له أنا عايز في 6 شهور، هيخلص في 6 شهور، في 3 شهور هيخلص في 3 شهور. يبقى السرعة هنا لأن أنا عندي مصادر، عايز أنهي المنازعة بتاعتي عشان أخش في حلول اقتصادية تانية. مش بس كده، قال لك إن أنا النهاردة كتحكيم بحري تحكيم دولي، طب أنا لما تحصل منازعة بيني وبين أي حد وأروح للقضاء بتاعه أكيد القضاء بتاعه هينصفني، ولكن التحكيم هنا هيكون محال. الدولية يعني إيه الدولية؟ قال لك النهارده في سفينة لها جنسية، وفي القبطان اللي على السفينة لها جنسية، وفي المنازعة المكان نفسه، فهنا تعددت الجنسيات، وبالتالي كانت الصفة الدولية هي التي تقتضى على التحكيم. إيه هي المنازعات بقى دي عشان نعرفها؟ ممكن
عروض شرط ايجار السفن لمده معينه، يحصل اختلاف على عقد الايجار، يحصل اختلاف على ايجار السفينه في الرحله، يقول له ده انت كتبت لك رحله ولا انت اثنين، طب الرحله دي ما كملتش، فبنلجا للتحكيم. عقد النقل برضه من العقود المنازعات اللي بيحصل فيها، سندات الشحن، ودي اكتر حاجه واهم حاجه بتحصل فيها المنازعات وبنلجا فيها للتحكيم، وبتبقى فيها مشاكل نتيجه لان شرطه التحكيم هنا ما اشارتش سند الشحن او 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 مش عايز اطول عليكم. بيوع السفن ممكن النهارده اكتب عقد على ان انا اشتري سفينه، يجي يروح يستلمها يلاقيها مخالفه، فبالتالي بنلجا للتحكيم. منازعات بحريه اخرى، التامين واعاده التامين برضه من ضمن العقود اللي بيحصل فيها منازعات. مش هنتكلم كتير عشان الوقت عن العقود وشرط ايجار السفن، وده عباره عن خساره معينه خلال مده عقد المشاركه تكون حول مسؤوليه ملك السفينه والمستاجر. هنا اقول لك لا هي المسؤوليه عندك، لا اقول له دي عندي، فيختلفوا مع بعض فيروحوا للتحكيم. بعد كده بنتكلم عن عقود ايجار السفن لرحله معينه، ودي مره بتتعرض على المنازعات المتعلقه ببرامج التاخير وغيره. انا لو استفدت هنقعد نتكلم اليوم كله، ولكن احنا بنختصر وبندي حاجات بسيطه عن كل حاجه. عقود النقل هنا ايه المنازعه اللي بتحصل في عقد النقل؟ قال لك ان هو عقد النقل بتنفيذ حاجات، يجي بعد كده يقول لك لا ده انا ما نفذتهاش، ده انت ما قلتليش عليها، ده في امور سجلت، الامور دي عطلت التنفيذ، فبيختلفوا مع بعض فبيروحوا للتحكيم. سندات الشحن دي بقى مشكلتها كبيره، ان سند الشحن ده اللي هي الورقه اللي انا بحط بيها الحموله بتاعتي على المركب او على السفينه، يجي يحصل لما البضاعه بتاعتي ما توصلش، يحصل اختلاف، نرجع للتحكيم يقول والله العقد بتاع الايجار بتاع السفينه بيشير ان ممكن لو حصل نزاع في سند الشحن نرجع للتحكيم ولا لا؟ يقوم يرجعوا للعقد الاصلي ويشوفوه هل بيرجع للتحكيم؟ لو كان بيرجع للتحكيم ينطبق عليه، لو ما كانش بيرجع هل سند الشحن نفسه في شرط التحكيم؟ ان انتوا كلكم اساسا بتعرفوا ان لا يمكن ان يكون في تحكيم الا بناء على شرط ومشاركه للتحكيم. البيوع السفن برضه زي ما ذكرت الاختلافات او المنازعات اللي بتكون ايه حوالين السفينه عند تسليمها للمشتري تحصل مشاكل. بناء المواصفات بنيجي نشترط على مواصفات معينه والمواصفات دي ما بتتمالش. التامين لما بتيجي شركه تمشي شركه ثانيه بتخش ويحل محلها في التامين، فنقول له لا انا ما اتفقتش على اللي فات، لا ده في مش اللي انا كده ما يمشيش عليا، فيختلفوا مع بعض فيلجأوا للتحكيم. منازعات جناحيه اخرى، المنازعات الناشئه عن الحوادث البحريه هي التصادم، ودي غالبا ما بيكون فيها تحكيم عن طريق المشاركه. بعد كده مساعدات البحريه لدرجه الانقاذ، منازعات تحديد المسؤوليه، منازعات الخاصه بتسويق الخساره البحريه المشتركه، وكل حاجه بتقول ايه هي اللي تحتها. مين هم اطراف التحكيم؟ في تحكيم يبقى ليه اطراف. اول حاجه ملك السفينه، نمره 2 رجل الروحي اقرارها، نمره 3 البائع المشتري اذا كانت في الاول او في الاخر، نمره 4 نوادي الحمايه والتعويض اللي هم التامين، نمره 5 اي طرف اخر يدخل في عمليه النقل البحري فهو اعترف من ضمن اطراف التحكيم البحري. شروط التحكيم ان انا عدد المحاكمين عندي يكون فردي وليس زوجي، يمشي واحد ثلاثة خمسة سبعة زي ما انت عايز، وفردي علشان خاطر يبقى فيه مرجح يقسم المجموعين وهو اللي يرجع عملية التحكيم، وبالتالي يكون في الكفة الأصلة. طريقة التعيين بتاعتهم يا إما من الاختيار، يا إما إذا اختلفوا واختاروا
تختاروش، بتلجأ للمحكمة والمحكمة بتعين المحكم مكان التحكيم. وده مهم جدا جدا ان من خلال مكان التحكيم بنقدر نعرف القانون بتاع البلد، المحاكم اللي هيحصل انطبق انه القانون. فدي بتكون مهمة بالنسبة للتحكيم. المراحل بتاعته طلب التحكيم، مكان التحكيم، القانون الواجب، مهمة المحاكم، اجراءات التحكيم، حكم التحكيم، طلب التحكيم، ويشمل طبعا الاسماء والكلام ده، مكان التحكيم والمكان اللي بيتحدد، التحكيم المؤسسي، وده عباره عن تحكيم بتكون طبقا لمراكز، ودي موجوده بالنسبه للتحكيم المحلي في لندن وفي نيويورك وفي فرنسا. ونشكركم لحسن الاستماع، بالرغم ان احنا ما عطناش غير يعني الالف وكلمه التحكيم، متشكرين جدا. والحقيقه بتبقى بتعوض في اللوكر ازاز في الطبقه الجلديه اللي موجوده في البيكر، بتعتقد انه جلد الانسان.
وبينزل السبر في المبر الازاز مع تكرار العمل بيطلع درام او 2 درام ليكويد في وسائل وبيتحول لبودر للتجفيف ويتحول بعد كده لتقسيماته ويطلع منه الحقن والادويه اللي احنا بنشوفها في الصيدليه. هستاذنكم في معلومه واحده بس اوضحها بس عن الزواحف ممكن ما حدش يعرفها بعد اذن الدكتور. بالنسبه للزواحف بتشوف اشعه تحت الحمراء وبتحس الحراره المنبعثه من الاجسام الحيه عن طريق اللسان. فبتعرف وزن الكائن الحي سواء فار تمشي عشان تاكله عن طريق الفايبريشن اللي بتسببه الهزه المسببه للحركه بتاع الكائن ده. فلو كان اقل من 100 جرام مثلا بيروح تاكله. ولو كان وزن الكتله الحيه دي 70 كيلو جرام بتهرب منها. التعليم دي اللي احنا ممكن نشوفها في الطبيعه ونهرب منها ونتضايق منها قوي كان السبب في اكتشاف مقياس ريختر للهزه الارضيه. مقياس ريختر بيتقاس من 1 ل 12 ريختر. وده بيتعرف الهزه الارضيه منها بعد الجسر. لكن التمام بيعرف الهزه الارضيه من 1 من 10 من الريختر. وده لو تم تطوير جهاز ريختر مقياس ريختر للوصول لنسبه يعني نص في المية من التعبان هنقدر نعرف الهزه الارضيه اللي حصلت في اسبانيا ومدى تاثيرها في مصر بعد 5 ساعات ونتفادى كوارث جامده جدا والناس تبقى في الامان. وطبعا هي دي البحث العلمي اللي احنا المفروض نوصله والاساس العلماء والدكاتره والباحثين والطلبه المفروض يسعوا عليها. امثله بعض الامصار عندنا زي الدبتيريا والتيتانوس وطبعا دي حاجات اللي هي مصر السن للتعبان مش كل التعليم سامة طبعا زي ما الناس واخدة خلفية يا جماعة 15% ناس منهم نساء والمشكلة اللي ممكن عضة التعبان غير سامة لو عضة إنسان أو واحد عضة تعبان غير سامة وما يعرفش النوع ما يعرفش الأعراض الظاهرية لعضة التعبان بيروح الوحدة الصحية أو الدكتور هو عضة التعبان فممكن ياخد مصر لتعبان سام وده بيسبب خطورة جدا على الحياة.